السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب فيكم مشاهدينا الكرام في برنامج هيلثي لايف الرياضي من خلال برنامجنا. نساعدكم على زيادة لياقتكم البدنية وتطوير اللي هو عاداتكم الغذائية، وكذلك أيضا نحافظ على صحتكم العامة، ونقدم لكم إن شاء الله فقرتين. الفقرة الأولى عبارة عن نصائح عن التغذية ونصائح عن التمارين. الفقرة الثانية نقدم لكم فيها مجموعة تمارين، ومن خلال هذه التمارين نشرحها لكم بالشكل الصحيح والخاطئ على أساس تستفيدوا بالشكل الصحيح. اليوم إن شاء الله راح نتكلم عن بعض طرق المدربين، أو ممكن الكثير من الأسئلة من الأشخاص اللي يقول لك هذا المدرب طريقته خاطئة، طريقة جدول هذا المدرب خاطئة، أو طريقة تغذية هذا المدرب خاطئة. طبعاً كل مدرب له طريقته، واليوم راح نتكلم عن أفضل طريقة، أو اللي هي ما نقلط اللي هو المدربين، لا، كل شخص له طريقته الخاصة في التدريب، على أساس أنه ممكن الأشخاص اللي طريقة المدرب هذه الطريقة هذه لهذا المدرب ما تعجبه، أو طريقة المدرب هذا ما تعجبه. طبعاً أنت هني الأول والأخير الرأي يعود لك، شنو الجدول اللي أنت ترتاح تقدر أنت تمارسه في تمارينك. ولكن ما نبي نقلط اللي هو طريقة التدريب للأشخاص نفسها. أول شيء طبعاً عندك بالنسبة حق التمارين بشكل عام، ممكن أو نختار رياضة كمال أجسام. رياضة كمال أجسام فيها عدة جداول. أول شيء عندك مثلاً الدفع والسحب والرجل، هذا عبارة عن جدول يختصر لك أو تستهدف عضلات الجسم في 3 أيام. أو عندك مثلاً اللي هو عضلات الصدر وعضلات الذراع الأمامي، اليوم الأول، اليوم الثاني عضلة الظهر وعضلة التراي أو الذراع الخلفي، هذا اليوم الثالث، اليوم الثاني عفواً، اليوم الثالث عضلات الأكتاف، اليوم الرابع عضلات الأرجل. طبعاً الجدولين صحيحين ما فيهم أي خطأ، ولكن هو يعتمد أول شيء على روتينك أنت اليومي. هل أنت فعلاً عندك مثلاً دوامك ما يسمح لك أنك تمارس التمرين إلا 3 مرات بالأسبوع؟ هل جدولك مثلاً دوامك كمتغلب، فبالتالي أنت ما تقدر تلتزم في التمرين؟ فأنت هني تختار الجدول اللي يصلح مع روتينك اليومي، فبالتالي هذا الجدول صحيح وهذا الجدول صحيح. في بعض الأشخاص ممكن يتمرن 5 أيام بالأسبوع، 6 أيام بالأسبوع، ليش؟ لأن دوامه يسمح له، دوامه ما يكون متعب، فبالتالي يقول لك أنا ما عندي شيء، جسمي ما يكون تعبان، فأقدر أتمرن لمدة 6 أيام. في بعض الأشخاص فقط 4 أيام، في بعض الأشخاص 3 أيام، في بعض الأشخاص على مدى الأسبوع. طبعاً هذا الأمر خاطئ، يعني أنت تحتاج فترات راحة، ولكن إحنا قاعد ناخذ بعض الأمثلة اللي ممكن تساعدك على كيفية التكيف مع التمرين بشكل صحيح. فبالتالي انت طريقه تكيفك مع التمرين واختيار الجدول الصحيح هذا يعود لك انت. ولكن النقطه المهمه اللي انت تحتاجها، تحتاج التمارين لما تلعبها بالشكل الصحيح، تحتاج تمارين لما تمارسها تستهدف جميع العضلات المعنيه في هذا الجدول. مثلا انا قاعد العب عضله الصدر والعضله الاماميه للاكتاف والعضله الجانبيه، فبالتالي اخذ التمارين الصحيحه لهذه العضلات اللي تستهدفها بشكل مباشر. ما اخذ التمارين ممكن اني العب تمرين بشكل خاطئ، فبالتالي ما راح استهدف العضله بشكل صحيح ولا راح استفيد من هذا الجدول. فبالتالي انت هني يعود على التمارين، وبناء على التمارين اللي انت اخذتها وطريقه تمرينك هذه راح تساعدك ايضا بشكل كبير على تطوير جسمك بشكل صحيح. فبالتالي انت تحتاج هني انك تمارس تمارينك بشكل صحيح وتختار التمارين اللي تساعدك. اما بالنسبه حق اللي هو الجداول، هذه الجداول نفس ما ذكرت لك تعود لك انت بحق اختيارك، وايضا كذلك ما في طريقه تمرين خاطئه. دام انك قاعد تشغل جميع العضلات خلال الاسبوع هذه التمارين صحيحه، ولكن الاهم التكنيك الصحيح، اختيار الاجهزه الصحيحه، وقت التمرين ما تكون وقت مبالغ فيه، وكذلك جدول التغذيه اللي راح يساعدك على بناء جسمك بالشكل الصحيح. وهذا كان موضوعنا اليوم ان شاء الله، اتمنى الجميع استفاد منه. تابعونا من بعد الفاصل بتمارين جديده.
رجعنا لكم مشاهدينا الكرام من بعد الفاصل، راح اقدم لكم مجموعه تمارين مع الجهاز الموجود بجانبي اللي هو سير المقاومه مع جهاز الدامبلز. طبعا انا مثبت سير المقاومه على اساس يساعدني بشكل كبير على استهداف اكثر من عضله. اول شيء طبعا هذه طريقه الجهاز راح تساعدك على استهداف جميع عضلات جسمك تقريبا، وايضا تقدر تستخدمها كجهاز منزلي يساعدك على استهداف اللي هو او اعطائك تمارين جديده في المنزل. اول شيء التمرين الاول راح يكون كالتالي، راح استهدف عضله الاكتاف الخلفي، فبالتالي مستوى جسمي راح يكون بهذه الطريقه. لاحظ طبعا المستهدف في هذا التمرين هذه المنطقه من الاكتاف، فبالتالي طريقه التمرين راح تكون كالتالي: اسحب بهذا الشكل، ازيد من خطواتي على اساس يكون عمليه الشد اكثر، اسحب بهذه الطريقه. لاحظ بهذا الشكل هذا التمرين راح يساعدني على استهداف هذه المنطقه للاكتاف. يلا اما اذا لعبت التمرين بهذه الطريقه، لاحظ الذراع الى الاسفل، فبالتالي انت استهدفت هذه المنطقه من منطقه البيطان. يعني بمجرد انك غيرت زاويه الذراع، اذا كانت زاويه ذراعك بهذا الشكل استهدفت العضلات الخلفيه للاكتاف، اما اذا كانت ذراعك بهذا الشكل انت استهدفت عضلات البيطان. فلاحظ انت الحين تمرينين فقط بانك حركت ذراعك، يعني قدرت تلعب تمرينين فقط انك حركت الذراع. طبعا طريقه او عدد الجولات راح تكون 15 تكرار في 3 جولات، سواء بالنسبه حق التمرين الاول او التمرين الثاني. هذا التمرين اللي هو استهدف في عضله البيطان وعضله الاكتاف. التمرين اللي بعده راح يستهدف في عضله الصدر، راح يكون كالتالي: احرك بهذا الشكل، لاحظ، وبهذه الطريقه زاويه الذراع تكون بهذه الاتجاه، اسحب بهذه الطريقه. لاحظ هذا التمرين راح يساعدني على استهداف العضله العليا للصدر، وكذلك اللي هي نوعا ما عضلات منتصف الصدر. راح اخذ ايضا الذراع الاخرى بهذه الطريقه، احرك بهذا الشكل. عدد التكرارات 15 تكرار في 3 جولات. التمرين اللي بعده راح نستهدف عضلات اسفل الجسم اللي هي عضله الرجل، العضله الاماميه للرجل. راح اثبت الجسم بهذه الطريقه، احرك بهذا الشكل. هذا التمرين راح يساعدني على تقويه عضلات الرجل الاماميه بهذه الطريقه. ايضا اخذ الرجل ثانيه، احرك بهذه الطريقه او اثبت الذراعين على الخصر بهذا الشكل. هذا التمرين الأخير، عدد الجولات 15 تكرار في 3 جولات. وهذه كانت تماريننا اليوم، إن شاء الله أتمنى الجميع استفاد منها. نلقاكم بحلقات مقبلة بتمارين جديدة.